صور ولا وقت الكلام ده، ومش من حلاوه الاداء المنتخب ان احنا رايحين دلوقتي عايزين ناخد اللقطه، احنا طالعين عينينا. اتمنى بقى بجد الفتره الجايه منتخب مصر عنده مباراه كبيره جدا يوم الاحد مع الكونغو. لا يا جماعه الموضوع والله قريب، اتمنى ان مجلس الاداره واللعيبه يعني يفصلوا عن اللعيبه شويه، مباراه مهمه جدا، مباراه هتضاف لتاريخ اللعيبه دي. وانا عايز اقولها طبعا، الجيل ده عنده حاجتين، يا يرجع بالبطوله، والله بتكلم بجد، يا تقاتل وتموت نفسك وتشجع كل جماهير الكره المصريه اللي حتى لو حتى زعلان منك او حد متضايق منك ما عندكش غير بطوله. والله دي قريبه، ده والله ده ثلاث ماتشات يا جماعه، ثلاث ماتشات، وبعد كده انت عملت تاريخ لنفسك وتاريخ لاسرتك وتاريخ هتقعد عليه مدى حياتك. ما هو يا اما ترجعوا بالبطوله وتكتبوا تاريخ لنفسكم مع منتخب مصر، ان انت يتقال كده في السي في بتاعك ان انت حاصل على بطوله افريقيا، بطوله الامم الافريقيه، لاما هيبقى تاريخك زيك زي كابتن رضا عبد العال وكابتن محمود ابو الدهب. ليه كده؟ بالملي بالظبط. هتقعد تحلل وهتقعد تتكلم وتقعد يبقى الكلام نقعد نقول اي كلام وخلاص، ما اما تعملوا تاريخ لنفسكم لما هتبقى زي كابتن رضا عبد العال وكابتن محمود ابو الدهب في الاستوديوهات. عليك بقى تختار الطريق ده يا تختار الطريق ده. لا بس يعني انت بقى اختاره بقى وشوفه، وبصراحه عندك الفرصه ان انت تعمل تاريخ حقيقي يا جماعه. قدامكم طريقين، انا قلته لكم مش هينفع يتغير، ملوش تالت. يا تفرح الناس والناس تستقبلك والناس تحترمك والرئيس يجي يكرمك وكل الناس واحنا كاعلاميين نحتفل بيكم وكل الشعب المصري ينزل يستقبلك، يا اما خلاص بقى هتبقى زي خلاص بقى زي بعدين بقى خلاص انت هتبقى موجود وتقعد بقى تقول اي كلام، وانا لعبت بطوله ولا شاركت بطوله، في الاخر انت ما حصلتش على بطوله. بالتوفيق للعيبه منتخب مصر في الفتره اللي جايه ان شاء الله، تكونوا رجاله وتفرحوا منتخب مصر ان شاء الله وتفرحوا كل الشعب المصري. من ضمن الحاجات الغريبه جدا برضو ان مصر بتغيب عن التشكيله المثاليه، يعني في بعض مفيش لعيب مصر يا رجاله، يعني انتوا متخيلين يا جماعه مفيش لعيب منتخب مصر. مش احسن حاجه يا كابتن موجود في التشكيله المثاليه، يمكن يعني ده ما حصلتش، هي دي التشكيله يعني دي الاسماء اللي موجوده، ده ما فيش يعني لعبنا ثلاث مباريات ما فيش لعيب واحد موجود في التشكيله يا جماعه. دي دي دي, دي كارثه حقيقه، كارثه. انتوا ازاي مش زعلانين؟ لعيبه منتخب مصر مش زعلان حاجه، بس دي حاجه انا بعتبرها حاجه معنويه، يعني حاجه معنويه، لان الواحد الحمد لله يمكن انا واحد من الناس، انا ووائل جمعه وعصام الحضري واسماء كتيره جدا كانت موجوده في التشكيله دي في 2006 و2008 و2010، فكنا ده كان تقريبا بيبقى حوالي خمس لعيبه، وحتى في التشكيله النهائيه اللي هو احسن 11 لاعب في البطوله الحمد لله العبد لله كان انا وكذا لعيب كانوا موجودين، والبودلاء ده يعني حتى مقاعد البودلاء كان فيها مصريين. يا جماعه تشكيله بعد ثلاث مباريات ما فيش لعيب مصري موجود فيها، انتوا مبسوطين؟ الجيل ده كده مبسوط؟ يعني انا والله انا بجد كنت مستغرب جدا، يعني حقيقي بجد مستغرب، ان يعني قلت يمكن الموضوع في حاجه، لا ده طلع ان مفيش لعيب مصري موجود في التشكيل. مكانه مصر اكبر من كده يا رجاله، عايزكم تفرحوا وعايزكم تبقوا فعلا رجاله والله لما بتموتوا نفسكم، والبطوله والله دي اسهل بطوله. انت عندك تونس خرجت والجزائر خرجت وغانا اللي كانوا من ضمن المرشحين، انتوا يا جماعه انتوا ده يعني مين تاني نخرجه؟ ما فيش حد تاني، انت عندك خلاص يعني انت الاصعب بالنسبه لك اللي انت هتقابله السنغال والمغرب. هل الكونغو افضل مننا؟ هل منتخب الكونغو افضل مننا؟ انتوا يا جماعه انتوا وصلتوا ان الجمهور المصري والشعب المصري نخاف من الكونغو؟ لا طبعا. خايفين هيبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا؟ مش ممكن يا رجاله والله، ده ثلاث ماتشات موت نفسك، وشفتوا لما انتوا موتوا نفسكم وكنتوا بتقاتلوا على قد ما ممكن الناس زعلانه ان احنا صعدنا بدون مكسب، بس الناس بتتكلم ان كان في روح في الملعب، ان كان في اداء في الملعب، هو ده اللي احنا عايزينه منكم، واتمنى يبقى في تركيز اكتر. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. رساله الكابتن ابراهيم سعيد واضحه وصريحه للاعيبه منتخب مصر، في افضل من كده؟ انت راجل صعدت
بمعجزه الهيه بشكرا منتخب موزمبيق، وصعدت بثلاثه بونت وصعدت من غير فوز وكل الكلام ده. لكن اما يكون في تشكيل افريقيا لدور ال 16 وما فيهاش ولا لاعب في منتخب مصر ولا في الاساسي ولا في الاحتياطي، يبقى لازم نقف. يبقى تيشيرت منتخب مصر بيحملك مسؤوليه السبع نجوم اللي على تيشيرت منتخب مصر، بيحمل لعيبه مسؤوليه. العب راجل واخسر عادي مش مشكله، بس ادي اللي عليك وادي والعب لعبك وكل النجيله، واحترم منتخب مصر واحترم جماهير منتخب مصر واحترم التيشيرت اللي انت لابسه. هي دي رساله الكابتن ابراهيم سعيد، بصرف النظر بقى عن دخول الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود ابو دهب في الجمله قالها الكابتن ابراهيم سعيد. لكن احنا بنتكلم لرساله شديده اللهجه من ابراهيم سعيد الى لعيبه منتخب مصر. الكونغو مش احسن حاجه، ووجودنا الثاني غير مصيرنا في البطوله، وهنلاعب الكسبان من غينيا وغينيا بيساو. يعني الامور سهله وبسيطه، واحلم واطمع في الكوره ووصل لابعد نقطه نجاح، واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.